تتوقع يا شباك احنا نقعد هنا للأبد؟ اي والله صح، وبيني وبينك لازم نرجع عبد الله لسارة. ها صيد سمكة؟ ما صدت ولا شيء. انت بس خليك هنا وانا حدبرها. من جدك يا عبد العزيز، على اساس انه في شيء طبيعي في هذا العالم، ما بيجي الا سنجاب يطير ويسوي صوت معزه. هذا؟ لايون! مين اللي بياكله؟ مين اللي بيهتم فيه؟ اكيد زعلان اشتق لنا. اسمك؟ قصدي اسمكم. يجي ما يجي وات مرحله. اللي يعجبني في هذا العالم انه بيذكرنا بمغامراتنا مع الريبورترز. اسمعوا، احنا الريبورترز احسن ناس، ما في شيء في الدنيا ما جربنا. جاهز ولا مو جاهز؟ من جاهز؟ شد عينك وتوكل يلا واحنا معاك. يجي ولا ما شوف هذول يجي ولا ما يجي. ها قبل شوي كنت قاعد اكلمهم. والله ظهري عبد العزيز عقلك اللي لازم يجي. انا ما اعرف مين اللي بيرمي علينا هذه الجرايد كل شويه. خرج ولم يعد. عبد العزيز ايش مكتوب؟ لو نلقى هذا الكائن يعطونا امنيه واحده ويمدينا نستخدمها عشان نرجع لعالمنا. بس وين نلقى هذا الكائن؟ عبد الله ولا صوت. عبد العزيز بسرعة جيب طاقيتك. ايش؟ ليش؟ اقولك جيب طاقيتك بس عشان امسكه. لا عبد الله دور شيء ثاني بسرعة. عبد الله عبد العزيز بسرعة خلصنا عشان نخرج من هذا العالم المعفن. خذ. أول مرة أحس من جد إني أكرهك من كل قلبي. أنا أوريك عبد الله تفشلني. أنا جيب طاقية جيب طاقية جيب. أنا أوريك. مهما اشتد الخلاف بين الأخوة لازم يكون الحب هو أساس. من وجهي أنت وحكمك ترى ماني ناقصك. الدم عمره ما يصير موية يا عمي. أنت ما تشايفني كرتون أصلا؟ إيش علاقة الدم بالموية والسوائل كلها أصلا؟ وخر بس. اشفط الطاقة السلبية مثل ما تشفط الدهون من حلو. تبغاني اشفط الطاقة السلبية من جد؟ طيب حشفطك انت وارتاح. هاي انت مين زعلك؟ يا الله بطل استهبال يا منشفة. انا عارف لابس لي لبس بشع كأنك انسان ثاني. فكني. اسمع بس، تبغى تخرج من هذا العالم؟ ايوه اكيد. انا عندي الحل، اقدر اخرجك من هذا العالم دايين. حلو، طب حنادي عبد الله وارجع لك. اوكي سيبك من عبد الله. انت بس تعال معي دايين وعبد الله يلاقينا بعدين. هل سوف يتخلى عبد العزيز عن شقيقه الوحيد ام انه سيتجه نحو شخص اخر يقدره ويحبه؟ هل سيعود إلى شقيقه الذي عاش معه كل هذه السنين؟ أم سيجد أخاً غيره لا يهينه ولا... حيرتني يا راوي، أروح ولا ما أروح؟ هذا ما سنعرفه وستعرفه أنت في الحلقة القادمة. لا ما بالعالم تنتظر، الآن حروح، يلا مشينا. بديت أحس أن وجودي ماله داعي على العموم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إيه أنت؟ مين قالك؟
تنهي الحلقة؟ ما انت شايف ان احنا الثلاثة قاعدين هنا؟ باقي كم مشهد؟ ما احنا ملين عينك؟ نزلوا الان. ترى ما افهمك عبد العزيز، مو معانا. انا افهمه. او من جد؟ طب ترجم. انتوا مالكم الا بعض؟ واصلا اول ما قابلته حاولت اساعده يخرج من هذا العالم. قال عنده اخ ما حيبدل باي شيء وما حيخرج من هذا العالم من غيره. شكرا يا كائن امنية. عفوا. يلا شباكة عبد العزيز، انا قادم. وان شاء الله عجبتكم الحلقة الثالثة من مسلسل بودي وزوزو، اعطونا احلى لايك زي ما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت. الفايز سامسونج جالكسي S9. الف مبروك، شوف الدايركت رسلنا لك مسج. وجائزة هذه الحلقة هي هواوي P20 Pro. واللي حابب يفوز يسوي شيئين، اول شيء سبسكرايب، ثانيا اكتبوا تحت في الكومنتس حسابكم في الانستغرام عشان اذا فزتوا نتواصل معاكم. ايش بك ليه مو قاعد تنهي الحلقة؟ ايش بك، هم يبغوا الحلقة اكثر من 5 دقائق.